بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على طاعتك وزدنا علوا في أخلاقنا حتى نقدرك حق قدرك. آمين يا سميع يا بصير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، ورضوان ولا عدوان إلا على اللئام. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني مش المسجد كان جامع أو المكان المسجد فيه، حتى بيتنا يا مسجد. وثم ربما يقصد ربي كذلك طريقة السجود، هل هي سجود شكلي أنا بتاع الناس ورائي، ولا سجود حقيقي لله رب العالمين. والسجود هذايا كيف رفضه هو إبليس قبل ما يتسمى إبليس، كان يتميز بعلم، ولكن تجرأ على الله ورفض أن يسجد لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام، تكلم فكرة غالية. فما بالكم اللي تسجدوا اليوم الظاهر روحكم في الله، وأنتم تسجدون لأنفسكم لأنكم تعانون تمحور حوادث ذات وترزحون تحت ثقل الميغالومانيا، جنون العظمة. يعني إيش مش يكون حسابكم؟ إذا كان منى الجن ذايا فسق عن أمر ربه ولم يكترث في أمر الإله، إحنا أمرنا ربنا قولوا شكرا لك يا ربنا. أما أنتم ماذا سيكون حالكم؟ ربما تكون حال ما لا أشأم من حال إبليس اللعين، نسأل الله السلامة.